دي مش حشرة، دي مصاصة دماء. البق أو الباد بوكس حشرات صغيرة كده بتتغذى على الدم البشري، وده اللي بيحصل لك لو عرفت توصل لك. ومش احنا بس، دي كمان بتتغذى على دم مخلوقات تانية زي الخفاش مثلا، كان أول حيوان تتغذى عليه. فببساطة هم مصاصين دماء بس على شكل حشرات صغيرة، ما عندهمش أجنحة ولا بيطيروا. عايز أقول لكم البق عنده قدرة مش طبيعية على البقاء، عاش في الكهوف مع أول حضارة للبشر، وزي ما انتوا شايفين لسه مكملين معانا. لا وكمان بيستخدمونا عشان يتنقلوا معانا مطرح ما نروح، في شنطنا بقى، على لبسنا، ومحترفين انهم يستخبوا في المراتب وكباس الكهرباء. والكارثة بقى انهم على مدار السنين عرفوا يشكلوا مناعة ضد المبيدات. واكيد زي ما سمعتوا في الكام يوم اللي فاتوا حشرات البق غزت فرنسا ودخلت على بلاد تانية. السلطات في فرنسا طلعوا اعلنوا انهم انتشروا في كل حتة، مواصلات، سينمات، فنادق، بيوت، مستشفيات. وخدوا بالكم هم برضو هناك في فرنسا حاطين ايديهم على قلبهم، لان الاولمبيكس اللي هتتعمل هناك فاضل عليها اقل من سنة في شهر 7 الجاي. وحتى المشاهير اللي حضروا باريس فاشن ويك كانوا خايفين البق